كيف انتوما احرار؟ يعني الاحرار هنا كنحبهم كاملين، في ما كانوا الاحرار كنحييهم من اعماق القلب، في ما كانوا الاحرار والحرائر، فهمتي؟ حياكم الله جميعا. السلام عليكم. احمد ياسين عايز دين من مسي من مسيري من مسيري. حفظكم الله الاحرار في مكان، وكان يعني نتمنى انتم ما ديروا لي تفليت في مكان يعني شي بلاد، وكان حيوه يعني الاحرار في الدار البيضاء كذا، كان حيوه من اعماق القلب يعني المجهودات ديالهم اللي كيديروا حتى هما، واللي شفتو يعني في بني من اش غادي نقول لكم، صبيحات لله جمعوا عليهم تماك و فهمتي، وداو ليهم الحوايج ديالهم بوبليسيتو. ابقى فينا الحال كاملين، علاش دايرين لهم داكشي؟ ولكن خصهم يخرجوا حتى هما، هادشي اللي عندنا ما نقوله. المسامحة الاخوان، حنا غنهضروا العربية ونهضروا الشلحة بحال بحال، فهمتي؟ ما عندنا حتى شي مشكل. كنحيو جميع الاحرار والحرائر، جميع الاحرار والحرائر في ما كانوا، كنحيوهم من اعماق القلب. ابراهيم داري السلام، ثومة ابراهيم داري السلام. السيتي ما تيمشي نبارطاج دم الزينه يسمح لنا امو خينا ثومة بوبري بوجي باري انك بارطاجي يسمح بارطاجي وبارطاجي هذا كذا نغشي حاجه باش نصيو تبرتنا هذا شي تبرت نغطاوضي ان شاء الله فهمم، والمخزن بار. تحياتي الاخت فاطمه الزهراء الخطابي، تحياتي على المجهود ديالك اللي كديري، تحياتي كنحييك بزاف، كنحييك بزاف والله العظيم، وكنحيي جميع الأحرار والإخوان في مكانه. المسامحة الإخوان لحقاش غلطت في التاريخ، واخا ماشي مشكل عادي، احنا عارفين التاريخ باش احنا فيها، ماشي مشكل الإخوان. المهم احنا اللي عندنا يعني لازم خصو نغطي وشا ان شاء الله، نحضر ثي يسمحلنا ثي وشا ان شاء الله، خصو تريج مسيرة طام قرنت بزاف. عاش الريف ولا عاش من خان، عاش الموت من خوانا ولا عياش جواد. تحياتي خويا جواد. هاني يا خويا جو جمال، جمال اش يحفظ ربي ثومة جمال، هو ضروري قد يتمسنا ولا يود. 22 أكتوبر اخ ماشي مشكلة الاخ، غادي نصحو يعني الغلط ديالنا ماشي مشكل. وخا 28 أبريل، 28 أبريل انا اللي غلط يعني، انا اللي وقع لي الغلط ماشي مشكل. الاخوان راه كيصحوا لينا داكشي ماشي مشكلة، الاخوان حنا اللي كنتمناو هما خصهم يحضروا غدا ان شاء الله، يكون واحد المسيرة مليونية ان شاء الله، هادشي اللي كنطلبوا من الاحرار. فين هذه المسيرة؟ اصلوا ثم تاري فينا الريف، واثي باش ان شاء الله غا اصلوا، نتسنت نشاديت مثلا غا اصلوا باش هاد مول نزيني ان شاء الله سكوتشي، ومي غايجي شي العوض غاشي نشغر مثلا نغشي حاجه وتجيبو المشكل وخو يحضر شي فهم من يعني فضلا وليس امرا يثما، وني خصن وها ماشي يعني بنادم بزاز نغشي حاجه غيثما سقي السن يعني تعانى لازم تاي السن راه قاسم كير حبوس هذه السن راه السن من داك توقيع نزيني وزايد وناقشو مع نون تخان غداني تنعاد شهاده الزور صلارع دك نخانق شهاده الزور باش هاد السن ميلاديا ماني يقولون. كيف كتشوفوا الاخوان يعني كيشهدوا علينا حتى الزور هنا في هاد المدينه هادي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. داك كتشوفوا يعني هذاك بولالو وهذاك البشريوي وهذاك يعني كيشهدوا علينا الزور، عباد الله واش حنا غادي نسكتوا على هاد الشيء؟ واش بنادم يعني في الحبس كيعاني وكيشهدوا عليه الزور من فوق؟ فين باغيين يوصلوا هاد الناس هادو؟ فين باغيين يوصلوا؟
المهم الاخوان اللي باغي يطلع يعني يقول الكلمه ديالو حر من الاحرار والحرائر، اما العياشه ما عندنا ما نديرو بيهم، ما عندنا ما صدعوا معهم ريوسنا، مازال العياشه حتى بالنسبه للتاريخ ما تقبلهمش، فهمتي؟ اللي باغي يطلع حر باغي يقول شي كلمه يطلع يقولها لينا، غادي نطلعو يقول شي كلمه ديالو. هادشي اللي كاين الاخوان. تحياتي اخويا الوفي رشيدة، الوفي رشيدة، تحياتي، تحية نضالية، تحياتي للمرأة الحرة. خلي بغى يطلع الاخوان يقول شي كلمة ديالو، يطلع يقول شي كلمة ديالو. محمد ياسين، تحية نضالية من الدار البيضاء إلى الريف. تحياتي أحمد ياسين، تحياتي، كنحيو الأحرار الدار البيضاء، كنحيوهم بزاف على المجهود ديالهم اللي كيديروا حتى هما، كنحيوهم بزاف. تحياتي يا يوم محمد، تحياتي. أمانة مليح غاني ريا جاز مليح جوغز دي سواتا ومات حامد أو دابو مليح نشي. تخوينات وتخوي الموضة دي، وداكشي اللي كنقولو من ديما الإخوان كنقولو يعني بعدو على التخوين. التخوين ما عندنا ما نديرو بيه، داكشي ديال التخوين اللي كيخدم المخزن ما كيخدمش الحراك الشعبي كما كان، ما كيخدمش لا المختطفين ولا الحراك، هداكشي كيخدم المخزن وراه معروف. وكنقولو ليهم يا ودي بعدو على التخوين، كونوا أحرار أقوياء وديروا اليد في اليد، راه هادشي اللي كنطلبو راه من حقنا، راه هادشي اللي كنطلبوه راه من حقنا عباد الله. واش بنادم كيطلب شي حاجة من حقه وما كيعطيوهالوش وكيديوه للحبس وكيعذبوه؟ واش عمركم شفتوا شي دولة بحال هادي؟ توزين، توزين انك ما نتعرف صني ايه تعرف قاس القناة نتشرح يث مثلا كده لغاية مثلا غوت فيه من شي مزيخ نتشرح هزن شوي وخنسي الوضع عرف تذيني انت شارح عشان شوية باش يتفهم من وفهم ذا يا قيس. تحياتي لكم من امستردم، تحياتي يسمى مثل امستردم، احرار في امستردم كان هيوم. يلا سي محمد بو علي، محمد بو السلام علي. عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. تحية نضالية عالية للأحرار والأحرار تحياتي، والحرائر. إن شاء الله تحياتي من أمي. يكون شيء السفرة، من هي منظر من وقوسنا من الموضوع يا أخي تصور قلت حتى ما أذيني غير الحاجة بعدين إذا أنا يصفر راحان مرمي نزر قلت ساعة
إناث المخزن قد ساعة تام يعني ثوار تام زقاروت والله العظيم إلى فرحة لحسن مرمين كان الحراك الريف الحراك الريف مرمي في المقاطعة عني نشفى هو مني أفريكاني يا والله العظيم إلى نتسلسق المغرب من أي مطاع يعني الأخبار المليح الأخبار المليح يعني من أيام يقول مليح يقول ألف جيمية مليح وإن شاء الله عاد المغرب يكمل كل شيء كل شيء هذه يقرع مناني كل شيء إذا يستفاد الزاكسن إشفار من أي زراح في فيسبوك من أي نتصل عن شي العائلة المغربي قال أنا من أي مليح الخطايا ثاني تين إن شاء الله أخسر أنا نقول زاكس أرزاد وانتو متينو انيش انا يا كاز نيش انا شيح ربي نيش انا سي وريني ورينيك الدنيا يعني قناه تسري كذا ثوم وا من يا من يا رزق غادي يعني ان شاء الله الحراك من الريف لاك اوروبا لا لا ومن بعد لاك الريف ان شاء الله كل شيء يديري مليح زانيتينا هذه كونني خلصان قنشنا نشنا وزاني سبور نشي شي ندقني وزاني نطرح لي من الشمال شي يسور هنا وورد عفان قاشني نيز نيسي خينو تعصب خاسن ماشي هي احسن بنادم مي خسر هذا سنه هذيك هم خو وياش نيسري شي احسن لحساب غير انت الشاشن شويتين الشهر فاطر وي وي زعما ما كاينش تهلوشي ما كاينش تهلوشي يعني داك باش نسيور خاسن اللايف قاينا ما ينام وخا يتعصبنا انا نشنا الحراك الناقه مبارك زعما قران ان شاء الله ما نيا ما يش فرحانه بزاف نيش تحسابها كروخه ايش الغلب قال كاع وحيت نزيرو يعني اسمع عيمني وقع الايا نهوريات الكورا يعني ما نيا يش فرح بزاف ان شاء الله المغرب يكمل كل شيء انا يعاوني ماني ما يتجن شي مزيغا شي ريفي شي مغربي ذي حريين هذه راح هذه قضى عن كل شيء من يستهدف الصندوق من المجرمين مانيش انا ياك يعني تعب مرسى نروح عند سكوترين ان المخزن يخسر هذه السن اي ثمن يخسر كل شيء السن قاشنا وندقول شيء سكوترين ان وخا ينال ما ينال وخا نيرين شنادين كوره غير الاحرار اقل حاجه غادي قيمتني هذه قيمتني بالالوفات الاحرار قعماص هذه دورين من الخوانات قوان الخوانات قايبان الرجال من الحراك قايبان إن نحن على الناهج نشينا قانخ الناهج السنديد أشوف يا قز نشينا قانخ الناهج السنديد ناسي الزبزافي نحن على ناهج السنديد ناسي الزبزافي شمال إنا ناسي الزبزافي كطالب جين حاجة أخسمثة فما المال نشينا كيزين موزي البيد هيا نحيراك بوبريزي تورو هاق فير حبس تعدى من الذنية قانغاك السور دي خسنا قانغاك جميع المختطفين إن شاء الله داس نداخوني الجيش وغانا واش المطلب يعني زي بغا المطالب يعني زين هيا يتمحنا قاش إن الزود أخوني أيه يعني غانا المطالب غانا المعتقلين زنين غانا المعتقلين غير ريف غانا زني الملف المطلبي غانا يتمثل يا جنس لين شنو غانا يتمثل غير قارك واش كني وعاد الطلب هم الخبز واتاي مين تاوي الكلمه يا صاحبي خبز واتاي اش الجوزه اش كمال الزجيونه اش الجوزه اش الزومي غاخذ ما غاخذ الزومي مي غا عايش قاش غا يعرف تمتي تصلحي الصار تلقى مع الطبيب نش قال شو تبع شي مانيا شكون مسكارو يخصو تنتو شي يعني بخفه الكازنا يفخ خل حقره يفخ خل كرامه خل عداله واجتماعيه وورثه مزيان مع الناس المعنى نسقط تم قرنت توماتينو يعني الريفنا قايش عمود بزاف يعني نيش شخصيا وورين وانيتين يعني هذا سني زرقا ذوني انت انا خزر مع الهينين ارجاز الحراك انين اذي بذان هذي كمرينا كي السن زوني انت ارزونا انت الجن ذني الجن ذني ما شنشنا قان قول ارزاز قون ونطرح شي ارز كرمين وعمرنا ما نركعو
حراك هشام الريف في يذهب اوروبا عمره ما تركع باي طريقه، مخميجه مخميجه هشام مثل الحرمه من المخزن إيريفيين الحراك من اوروبا عمر ذي ركعان، وخا يرزون بعض يوزان ذي ركعان الجيز انت ذي ركعان، مشان شنو عما سنركع شنو نرى حميه الموت ولا المدلة قد قل بعض قل بعض نرجز من الحراك من الريف قولا وفعلا. ايش انا يا جزا شيخ الله تعالى من غادي ندي يتمثل نقطي والشيخ اوصلوا يعني خ المسيره اني اوصلوا ان شاء الله خير إن جديد شاء يعني الله أذي مون ذني سعداتش وني زمرن أذي راح نرثني هر أصله إجن الافتخار ذم قران إجن يعني إجن يدني زرخت يعني وني راح نرثني يعني هم أخي إذي راح يعني اثنين سوري وين أر الحج يعني هم أخي ذي عشر المسيرات لحساب من إني يعني يتوي بريد يتوي ناس يعني سنة السن يعني نتمنى ان شاء الله مع الوقت عاد من يكتر اي اديري اي امكان من ما يجيكش مكان اللي نبوزيوس نشيروخا ما ذياش من بعد الحراك يتمغور وان شاء الله ما يزيد غير اذي مغار هذه راه عيان القدام حتى اذي زرقان نيريفيين كاملين وخا هارون كارو وخا هارون كارو وخا يصفون كل شيء وخا يجيني غير الجن يخصح حتى هذه فاغونيا كارو باش يحفظ ربي العالمين يوم باش يحفظ الله تعالى في المداخلة انك نشكاريش بزاف باش يحفظ ربي خو وارين كي داير في الكلمه يعني في المناشد يعني كي ديال دي مثنى او زمانه يا كز ما راه شي وردان قال وات ديني تيد باش يحفظ ربي يا مان تحياتي احمد ياسين واقفين بو كونيكسيون هذو متين واقفين شي كونيكسيون المسامحة يعني نقطع النيت اللايف انسان شكاريش بزاف في المداخلة يعني كاش يحفظ ربي العالمين يا قس حراك اوروبا وامل المغرب قتيبة انا شي يحفظ ربي نيشان يلا مرة هذا شي هو مثلا غادي قاعد دي قاعد نشنو انا بولا عنصرية ما احنا ماشي عنصريين واحنا راه كنطلبو الحق ديالنا كنطلبو الحق ديالنا اي والله اطلاق سراح المختطفين واش بنادم يطلع يطلب هاد بحال هاد المطالب هادو ويقول لي هادو انفصاليين ولا شي حاجة ولا يطلق سراح كافة المعتقلين في السجون الدولي والعار ديما احنا كنقولوها بالاول راه كانوا عندنا المطالب في الاول ودابا زدنا عليه المطلب الاخير الاول يعني هذا اللي غادي نزيدو عليها هو الاول دابا ما كانش هادوك المطالب يعني اجتماعية واقتصادية وكذا احنا كنطالبوا باطلاق سراح كافة المعتقلين كاين في السجون العام شي المراكز نغيث مثلا غروخ حاليا قاتنا كيدنا وانا مين غنزو يتم ودين مين غنزو نغني يتم عندنا شي من ينزل الوقت كي تساعد تاني مولاي ادريس الادريسي مولاي ادريس الادريسي الا بغيتي تطلع خويا طلع قول الكلمة ديالك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للجميع. سلام على الحاضر. الحاضر. سلام على الحاضرين على الغائبين. الحاضرين على الغائبين. سلام على المعتقلين على المختطفين. على المعتقلين على المختطفين. سلام الله على الشعب المقهور المغلوب على أمره. الله على الشعب المقهور المغلوب على أمره. تحياتي يا أخي. تحياتي يا أخي. حزت في النفس. حزت في النفس. هو أن مطلنا. هو أن قبلت مطلنا بالقمع. قبلت بالقمع. وبالهجية. وقمع ممنهج. الهجية. هذا يحز في الناس أولئك الذين يقبعون في السجون حاليا أولئك الذين يقبعون في السجون حاليا ضحوا بكل شيء ضحوا بكل شيء ولكن يا أخي الكريم نحن كشعب مغربي لم نحن كشعب مغربي لهم سوى الكلام الكلام لهم سوى الكلام الكلام برد كلمات وقانون ثم القصة ثم لقصت ان التوقع الاجتماعي
كنهضروا بزاف وكنديروا واو الكل يعرف ان المطالب الكل مشروعه وكفله دستوريا ان المطالب مشروعه وكفله دستوريا لدي الريف لدي الجهاد لدي لدي الريف لدي الجهاد لدي حاليا خرجت اخرها اليوم حاليا خرجت ديال خوتاش يا اخي يشني يا اخي نعرف جميعا الصوت يعني الصوت كيتقطع شويه قلت لك لما تنعرف ان ينتزع ولا يعطى عندما تمرد عن العبوديه وعن الذل وعن القهر انا ذاك سنعرف الوجهه الصحيحه والوجهه الصحيحه الوجهه الصحيحه والوجهه الصحيحه هي عفوا هي اكمال ما بدا يا جزال ليش انا زوما التوزيع والتنشيط ويغر الخروج للشارع ما كنفهمكش اخي ما كنفهمكش اش كتقول تكلم انا ما كنفهمش اخي لا كنهضر مع لا اخي كنهضر مع واحد خونا يعني واحد الحر يعني واحد سميتو توزيع المسين قال لك اتوريغ ما كيسعاوش ولا ما نعرف كذا قلت له لا فعلا ما كيسعاوش فعلا يا اخي ما كيسعاوش حنا حرين يعني حنا احرار ماشي من ذاك النوع هذا شوف يا اخي النهار غادي بغيت نقولو صافي يا اخي غادي نتوحدوا على كلمه وهي الخروج للشارع واستعاده وهي الخروج للشارع استعاده حقوق من طرف بغينا نتحدوا الاخ من احنا الاحرار بغينا نتحدوا كاملين نتحدوا كاملين ان شاء الله راه في طف اوسلو راه كاينين الاحرار كاين ماشي غير الريافه اللي كاينين في اوسلو وكاينين في يعني في بلايص اخرين كننجدوا جميع الاحرار يمشيوا يعني في اوسلو ما كانوا اسمع لي الله يرحمك الوالد الا سمحتي لي وكنشكرك بزاف الله يرحمك باش الوالد الا سمحتي لي وكنشكرك بزاف هذوك سير اخويا ادريس سير المعتقلين وحراك ديال حراك الشعبي براهو كاملين تعتقلنا ماشي غير الريافه اللي تعتقلوا راه تعتقلوا كاملين راه حتى الناس من كازا مساكن تعتقلوا حتى الناس يعني من جراده تعتقلوا راه كاينين المعتقلين جميع المدن حنا كنعلموا التضامن ديالنا معاهم الله مشروط مزيان كيما كان شي معتقل حنا معاه كيما كان شي معتقل التضامن عرفتي شنو هو التضامن الحقيقي هو الخروج الشارع في حراك شعبي الى الشارع في حراك شعبي وعصيان مدني من اجل استعاده الوطن اما ان نتكلم في لايفات بعض الاسطر وانا مرض بتنعس حكمنا هذه مده علاش ما بغاش تنزلوا تفاوض مع الشعب شوف انا كنرحب بجميع الاحرار والحرائر في المكان شوف يا اخي راه قلت لك الحل الوحيد هو الشارع لو ان جميع المدن المغربيه في اليوم اللي خرج فيه الناس ديال الريف او الناس ديال الجرادة فكنا غادي نلقاو الحل ولكن حنا كل واحد فينا كيضرب على راسو هذا هو المشكل فكفانا من الهضره الخويه الحل هو الجزائر انا باغي نخرجوا الى باغي كما قلتوا يا اخي دري اسمح لي نقطعك الى باغي كما قلتوا الشارع هو الحل ما كاين حتى شي حل اخر من غير الشارع خصهم يخرجوا للشارع كاملين انا كنناشد جميع الاحرار هادشي اللي كاين اخويا ادريس الله يحفظك اخويا غير كنصيحه للاخوان ديالنا في المحشر اي اخوان خارج ارض الوطن ادعوهم
الى مقاطعه البنوك المغربيه وعدم وعدم ومحولوا حتى اورو ولا دولار الا الضروره القصوى وما يجيوش يدوزوا العطله في المغرب. كاين موجود في بلاد ميدوزو موجود في بلاد ميدوزو تايلون سير فين ما بغيتي ما تجيش المغرب ما تجيش المغرب دير واحد الضغط على هذا على هذه العصابه المافيوزيه اللي كتحكم البلاد وبارك من الهضره مروا للفعل مروا للفعل كما قلت لك الشارع هو الحل الشارع هو الحل الشارع هو الحل تحياتي خويا الله يعاونك تحياتي خويا دريس الله ينورك خويا الله ينورك الله يحفظك الله ينورك خويا الطرفين ديالنا ان شاء الله لا يطلق سراحهم اخويا بارك الله فيك. والله الا كان شي واحد اخر من الاحرار اللي بغى يطلع يقول الكلمه الاخيره ديالو يقولها باش نقطعوا هذا اللايف الاخوان. انا كنشدوا يعني المسيره ديال اوسلو باش الناس ديال يعني ديال اوروبا يحضروا لهذه المسيره ديال اوسلو ان شاء الله. غادي تكون ان شاء الله واحد المسيره مليونيه ان شاء الله. هادشي اللي كنقولوا وكاينين المسيرات اخرين يعني ماشي غير المسيره ديال اوسلو كاينين الحمد لله المسيرات اخرين ان شاء الله جايين. بنادم المهم يدير اليد في اليد هادشي اللي عندنا ما نقولوه الاخوان ديالنا. حرك الريف تحيه من المضيق تحياتي بن عيسى نبيل الا بغيتي تطلع اخويا دير لنا واحد غادي نطلعوك تقول الكلمه ديالك. حرك الريف خد قالوا المغرب خنوا الانت بن عيسى الا بغيتي تطلع الاخ بن عيسى قولها لينا غادي نطلعك وقيل انت هو الاخر غادي نطلعك. ربي يحفظك اخويا بن عيسى. عمر الصافي مقطعات ريال مروك نيشان اختي نيشان اختي عندك الحق. بن عيسى نبيل انا كنسوني عليك اخويا بن عيسى نبيل بن عيسى نبيل تحياتي جواد ابن الطاهر ماهر النواق شاكين غدانا بن عيسى نبيل كنسوني عليك اخويا بن عيسى نبيل اهلا بن عيسى. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير اخويا بن عيسى؟ كيف لاباس بخير لاباس بخير الحمد لله اخويا بن عيسى بارك الله فيك الله يحفظك خويا. المهم غير قبل الحمد لله على ربي حفظك الحمد لله خويا الحمد لله. ما هي تحياتي ما هي شحفظ ربي يقص. عندي جملة بسيطة قول اخويا نبيل قول اخويا نبيل ماشي مشكل قول تفضل نعم سيدي تفضل. المهم هنا باش نكون واضحين يعني الامور يعني تكون واضحه مات المباشر واحد السيد يسمي جواد المانوتي جواد المانوتي المهم هذاك السيد هذاك اي مباشر كيطلع كيخون نبيل بن عيسى والله ما عمين عبر على الرجال ويا انه كيف نغى خويا ماهر تفاش تكاع اودي الخوانه خويا بن عيسى الخوانه خويا بن عيسى دابا كثروا بزاف الصراحه حنا ما فهمتي. المهم انا غنبدا المداخله ديالي ماشي مشكل لا خويا بدا تكلم خويا بن عيسى بدا. المهم تحياتي لكل الاخوان والاخوات من المغرب ومن خارج المغرب لنأكد وهو انه النبي بن عيسى من والد 1980 من المغاربه الاحرار المؤمن يعني بالحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه للشعب المغربي ويطالب بوطن حر يتسع للجميع ويطالب بالحريه الكونيه لكافه المعتقلين السياسيين والخلفيه الحراك الدولي. الاشكال المطروح حاليا هو اننا من داخل المغرب كنحاولوا يعني
يعني نشتغلوا مع الحملة ديال المقاطعات واحد المجموعة ديال المنتوجات الباترونة اللي تقوموا ترشحوا لأنه المقاطعة ديال المنتوجات ديال المصراويين وكذلك واحد المجموعه يقول ان الخلفيه ديال الناس هي تقول ان الناس يدخلوا خسارة مع اخر الناس مع سبب ان هذا الخميس هذا مش بلد من في مقبل الصوت واش ما كتسمعوش ولا الاخوان ما كتسمعوش ولا كاين الصوت واضح الاخوان الا كاين الصوت واضح قولوا علينا الا ما الصوت واضح غادي انا ما عنديش الخطاب التفاعل الايجابي مع المعتقلين ديال الحراك ججرده وجريف حميد مهداوي طارق مهم وكذلك عادل البزاحي رشيد المحيشدين ونتكلموا هنايا على المعتقل حمودة ديال الحسافي هنا من داخل مدينة مدياق نقولها وبكل حرقة أن الدولة المغربية فشلت وأن المفهوم ديال الدولة تساقط وأننا لا نعيش الدولة ديال الحق والقانون بالعكس نتمنى أن الصوت يستخفى ما وقيل من عندك وصافي انا كنسمعك مزيان اخويا نبيل انا كنسمعك من الاخوان والاخوات نحن نتمنى اي مبادره تدخل في اطار يعني دعم المعتقل السياسي لا من المسيرات اللي كاينه حاليا في اوروبا وكذلك لا من الوقفات اللي كاينه حاليا في اوروبا ولا كذلك من الاحرار ديال الدار البيضاء اللي صراحه يقوموا بجهودات كبيره من اجل دعم المعتقلين السياسيين والدعم ديال الاسر ديال المعتقلين نردد يعني بتصريحات تحياتي نأكد له أنني اللغة هي اللغة أنه الأستاذ محمد جليل كما واضح أننا قلقه اللغة المتحين كذلك كما واضحا عند ان موقف المراد الاولاد التخوين يكون مقابل الدعم ديال الحراك ديال الحراك ديال الحراك وهذا خير كذلك الإدارة غرامة مالية هذا ماشي نتكلم على الأيام اعتذر لانه اذا كان قال لك الصوت كيتردد قال لك الاخوان الصوت كيتردد راه هذا الشيء غير تشويش الاخوان هذا الشيء غير تشويش ان الصوت يكون واضح تشويش اخويا احمد ياسين ولا كيشوشوا علينا كما واضحا عندما قال ان النضال الحقيقي هو الذي ينتهي وجدان ديال الشعب المغربي ولا يتوقف حتى تحقيق الانتصار احنا متشكين بالحريه ديال المعتقل ونقول ان المقاربه الامنيه التي نهجتها الدول المغربية مقاربة فاشلة وأن النظام ديال المغرب نظام صراحة عبر على الفشل ديال الإطار مقاربة ديال جرادة وكذلك مقاربة ديال المنطقة ديال وأنه عوض الاعتقاد من الناس الجزافي وكذلك نبيل أحمدي محمد تحياتي للأخ إدريس قلت أنه هو إدريس ديال الناس الزرافي كذلك محمد جنون نسلم كذلك على كريم أحمجير نبيل أحمجير عبد الهادي الحوت يجب اعتقال ياسين بدو اعتقال خالد علي واعتقال الزين الحفيد العلاني اعتقال محمد بن سعيد اتهم الشعب المغربي بالمداور كذلك اعتقال بسيمة الحقاوي التي اعتبرت أن 20 أنا الجيل فقر اعتقال كذلك شرف
ان التقاعد البرلماني فقط جوش فرانك اعتقاد مرئي للوزير الطالبي العالمي الطاهر الضاربي، وكذلك هنا مجموعه الوزراء تعتقدوا دور انكم يعني تكونوا في فطالبوا باعتقاد الاعتقاد من جرأة من داخل المغرب باش نكونوا واضحين نحن من داخل المغرب اننا لا مركز القرار ديال وكذلك لن نطالب بالاسقاط الجنسيه المغربيه وكذلك لن نطالب بالمجال السياسي ولن نطالب بالهجره لن ننتحر هذا هو الهدف الحقيقي لذا الحقيقه هو انك تثبت بالحق في الحياه من داخل الاخرين تكتب كاملا عليهم ان نعتبر ان الجاليه المغربيه 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 بالخارج جدور من جدور هي